ازيك شباب، معكم حلقه جديده مع اس تيوب جيمنج. احنا شباب عندنا فيديو جديد وفكره جديده، والفكره دي كنت قايلها لكم على الانستجرام، فاللي عامل لي فولو 100 100 وانت عرفت اول واحد، واللي مش عامل لي فولو فاتك نص عمرك يا معلم. لو انت حابب تعرف الاخبار طازه بطازه هتلاقي الانستجرام هيظهر لك هنا وهنا، يعني ان شاء الله هتلاقيه موجود هنا، فاعمل لي فولو دلوقتي عشان تبدا تعرف كل حاجه بننزلها جديد في جديد. المهم يا شباب، النهارده اللي انا كنت كاتب لكم ان احنا هنتصل بيكم الفتره اللي جايه، ان انا هتصل بيكم الفتره اللي جايه كويس، وهختار مثلا كام رقم عشوائي وهتصل بيكم كويس. هي دي فكره الموضوع باختصار، فخلينا نرخي مع بعض شويه. طالما انتوا كل شويه كلمنا ابو لازق يا اهو يا عم اكلم، ولا تزعل نفسك يا عم. يلا انا بصراحه متوتر جدا. اول اسم قالك. يلا شباب بقى جاهزين، ده هيكون اول اتصال اتصل بيه. بس قبل ما ابتدي طبعا جتني رسائل كتير جدا، فبختار ارقام عشوائيه عشان ما فيش حد يزعل. وكنت لسه مكلم 8 قبل ما اسجل الفيديو ده، بس للاسف التسجيل ما اعرفش الصوت راح فين، فخلينا نبتدي. ده هيكون اول رقم واحنا بنسجل، فخلينا اتصل بيه كده على السريع، بس يا رب يرد عليا، يا رب يرد، عشان ساعات كتير ارقام بتبقى مقفوله. تدوني ارقام ليه مقفوله؟ السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام. هلا والله، اهلا وسهلا. حضرتك كنت بعتلي الرئيس يوسف؟ كان بعت لي صح؟ ايوه هو موجود جنبي دحين بيكلمك. ماشي اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا يوسف، عامل ايه؟ طيب. ايه الاخبار؟ انت؟ انا تمام الحمد لله. مين معاك بقى يوسف؟ معايا نورة وامي وبس. لا لا لا، وماما. انا اللي بكلمك، مين انا اللي بكلمك؟ انا مين؟ سلام سلام سلام. وانت ايه اللعبة اللي بتحبها يا يوسف؟ لعبة روبلوكس. ما بتلعبش غير روبلوكس بس؟ ايه؟ ما بتلعبش غير روبلوكس بس؟ لعبتك روبلوكس؟ ايوه. بتحبها قوي يعني؟ اكتر لعبه بتحبها ايه؟ اكتر لعبه بتحبها إيه؟ اللعبه دي بتحبها إيه؟ قوي اكتر لعبه. ايوه. ماشي يا يوسف. بقول لك يا يوسف، انت خلاص دخلت المدرسه؟ سنة. ايوه. يلا بقى. دول حاجة. طب كويس، عايزك بقى تركز في مذاكرتك. ماشي باي. يلا مش عايز تقول اي حاجه تانية يا يوسف؟ ايوه. قول عايز تقول ايه؟ انا احبك يا سونا. حبيبي يا يوسف، وانا بحبك كمان يا يوسف. شكرا ليك. قول شكرا ليك. انك اتصلت يا سونا. العفو. ها؟ العفو يا يوسف. مع السلامه. تصبح على خير يا سونا. وانت من اهله. يلا مع السلامه يا يوسف، باي باي. مع السلامه. أول اتصال بس أنا فكرت والله مش هيرد. كويس، يعني أهم حاجة بقى يوسف تركز في مذاكرتك، وبرضه لو عايز تلعب روبلوكس قشطة يعني، بس لما تكون في وقت تكون فاضي فيه وتركز على المذاكرة. يبقى أول رقم الحمد لله. خلينا شباب نشوف أرقام تانية، لسه في أرقام كتير، عايز أختار بقى أرقام تانية. ألو؟ ألو؟ أيوة مريم معايا؟ ألو. أنا من قناة يوتيوب جيمنج يا مريم، إزيك عاملة إيه؟ الحمد لله. عرفت كنت بعت لي الرقم على الخاص صح كده ولا انا غلطان؟ ايوه. ايه انت عامله ايه يا مريم؟ بحبك قوي. الله يخليكي. بقول لك ايه اللعب اللي بتحبيها يا مريم؟ مش عارفه. لا انت نسيتي دلوقتي. لا ما ينفعش. قولي لي اللعب. روبلوكس مثلا، فورتنايت، ببجي، كله بيلعب ببجي. انت يا بتلعبي ايه؟ ببجي برضو؟ محترمه فيها انت صح؟ مش كتير. ايوه. طب بقول لك، طب ايه اكتر لعبه بتحبيها؟ قولي لي لعبه واحده بس. روبلوكس وبابجي الاثنين يعني. لا اختاري واحده بس، اختاري واحده بس، يعني يا بابجي يا روبلوكس. بابجي. تمام. بقول لك انت بتشحني فيها ولا لا؟ بتشحني فيها بكريدت وكده ولا لا؟ ايه؟ بتشحني فيها بفلوس حقيقيه ولا لا؟ لا ما بتشحنيش فيها؟ لا. طب بقول لك تحبي تشحني فيها ولا مش عايزه تشحني في اللعبه خالص؟ نفسي. طب خلاص ماشي، انا هشحن لك بقى. تمام. خلاص هشحن لك جيف اوي، وبص هتواصل معاكي تاني كويس على الخاص، وهبعت لك الحاجه. ماشي اوكي. انت بقى عايزه قبل ما اقفل عايزه تقولي اي حاجه؟ عايزه تقولي اي حاجه قبل ما اقفل؟ لا شكرا. العفو. بحبك قوي وانا واختي. الله يخليكي. ماشي سلمي لي عليها بقى. ماشي. يلا عايزين حاجه؟ الله يخليك. باي باي. يلا
شكرا. الحمد لله ردوا علينا يا شباب. طبعا الجيف اواي زي ما قلت لكم في اخر الفيديو قصدي هتعرفوا احنا مثلا هنوزعه ازاي او كده. يلا شباب بقى لو حابين الفكره خلينا نوصل الفيديو ده 100,000 لايك في خلال يومين، وباذن الله ممكن في الوقت اللي جاي او الفتره اللي جايه القريبه هنزل لكم فيديوهات وافكار جامده شباب تكون قريبه من دي قوي. فخلينا نشوف بقى الاتصال اللي بعده ونتصل كده على السريع. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1 لارسال ميني كول. بعتلي رقم مقفول ليه؟ لا يا شباب ما تجوا تبعتولي رقم، لو سمحتم خلي الرقم مفتوح عشان اعرف اتواصل معاكم واكلمكم عشان بعد كده نقدر نتكلم مع بعض براحتنا. المهم خلينا نشوف رقم تاني. الو الو يوسف. الو ازيك يا يوسف؟ معاك ايسي. والله انت عامل ايه؟ ايسي؟ ايوه نور يا ايسي. والله نورك والله. ايه يا عم اخيرا رديت عليا حبيبي. والله يا ايسي حبيبي والله. انت عامل ايه؟ والله انا كويس والله. انت عامل ايه؟ ايه يا عم ما بتتصلش بيا ليه يا عم؟ اهو اتصلت بيك يا عم. والله انا مبسوط قوي والله مش مصدق نفسي والله. الله يخليك. انت بقى ما بتتصلش ليه؟ انت ايه يا عم؟ ايوه يا عم انت مصدقين ان انا بكلمك والله؟ لا خليهم يصدقين. بقول لك طب هم عايزين يكلموك. طب قول لي اساميهم. طيب مين هكلمه؟ الو الو ايوه الو استاذ كنجمي. ايوه بس ماشي ماشي يا بومبو. انت ديده انت ديده. هات لي اخوك يوسف بقى. ايه دي؟ ايوه ايه؟ الو ايوه يوسف. مين بقى اللي بيكلمني؟ انا عمر. عمر؟ ايه يا عم انت بتتحاول ولا ايه؟ معلش والله انا مبسوط قوي انت بتكلمني والله يعني كده. انا بقول لك يا يوسف انت ايه اللعبه اللي بتحبها؟ ايه؟ ايه اللعبه اللي بتحبها؟ انت بتحب تلعبها؟ يلا بحب العب بابجي وبحب العب بابجي اكتر لعبه بحبها يعني بابجي. يعني دي اللعبه اكتر حاجه بتلعبها بالنسبه لك بابجي صح؟ خلاص ماشي. بقول لك تحب تشحن فيها ولا لا؟ حتى ايه؟ تحب تشحن فيها ولا انت مش حابب؟ لا بحب. طب ماشي يا عم. طب ما نظبط كده مع بعض، ابعت لك يا عم جيف اواي. يلا بقى تعيش وتظبط يا يوسف. خلاص بقول لك بص هتواصل معاك تاني وهبعت لك الحاجه. ماشي ماشي يا يوسف. خلاص هبعته لك على ان شاء الله هيكون جوجل بلاي. تمام وهكلمك تاني على خلاص. ماشي ماشي يلا. عايز حاجه؟ عايز اي حاجه تقولها يا يوسف قبل ما اقفل؟ والله يا حبيبي فرحانه قوي والله بالمكالمه دي والله يعني. الله يخليك. الله الله يخليك. وانا سعيد والله انا كلمتك حبيبي والله. حبيبي يا يوسف. يلا مش عايز حاجه؟ لا شكرا. ايه انت عايز حاجه؟ لا سلامتك. شكرا ليك يا يوسف. يلا ماشي. باي 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 باي. تليفوني بيرن تيربين تيربين عمال. الو الو ايوه يوسف معايا؟ يوتيوب؟ لا انا يوسف. ازيك يا يوسف عامل ايه؟ الو الو ايوه انت يوسف معايا؟ اه انا صاحبك يوسف. صاحب مين؟ صاحبك ايسي يا عم. ايه يا عم يوسف عامل ايه يا عم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. إيه انت مخدود ولا عادي ولا احنا ايه مش فاهم؟ ايه؟ اه مخدود طبعا. يا عم عادي يا عم. انا مش بهزر معاك. انت عامل ايه يا يوسف؟ الحمد لله. ايه بقول لك ايه الالعاب اللي بتحبها يا يوسف؟ بحب بابجي وفورتنايت وبحب وساعات بلعب جاتا فيه. طب ايه اكتر لعبه بتحبها اكتر او بتلعبها اكتر؟ اكتر حاجه بابجي. ايه الحكايه عم كل ما اكلم حد بابجي؟ في ايه يا جماعه؟ شكلكم محترفين ومقطعينها انتوا صح؟ بقول لك انت بتلعبها بقى على الموبايل؟ عشان في على الكمبيوتر كمان. طب حلو نسخه الموبايل محترف فيها. طب بقول لك صح تحب تشحن فيها ولا لا؟ ايه تحب تشحن فيها؟ ماشي. يعني ايه مش عارف؟ بقول لك طب بص ايوه عارف تشحن جواهر صح؟ انا مش عارف بقى اسمها ايه، كاشات او كده يعني فاهم؟ ايوه كده بيقول لك شدات ومش شدات. المهم يعني اللي هنشحن في بابجي يعني انت تحب تشحن فيها صح؟ خلاص ماشي. بص هكلمك تاني وهبعتها لك جيف اواي. ماشي هبعت لك كارت جيف اواي جوجل بلاي. تمام ماشي. مبسوط يا يوسف؟ طبعا. طب ماشي مش عايز اي حاجه تانية قبل ما اقفل؟
لا شكرا. العفو يوسف، يلا باي باي. الراجل مصدوم يا جدعان. والله يسلم. قال الواحد يجي يتكلم تحس ان الكلام بيفقد الذاكره، والله مش عارف، بس هو يعني الحمد لله. الهاتف الذي طلبته غير متاح حاليا، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. The mobile you have called is not available at the moment. Please try again later. عرب عليكي. الو؟ ايوه مايكل نبيل معايا؟ اه. ازيك يا مايكل، عامل ايه؟ الحمد لله. معاك يوتيوب جيمنج، عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله تمام؟ انا ما كنتش متوقع ان انت ترن عليا بجد يعني. ليه يا عم؟ اهو اتصلت بيك، انت عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله شكرا. لا حبيبي، انا بجد دي لحظه سعيده يعني، انا بحبك جدا يعني، مشترك قناتك يعني، انا بحبك جدا يعني، بحب فيديوهاتك وبتفرج عليك كل يوم وكده يعني. حبيبي شكرا ليك، شكرا ليك والله. بقول لك ايه اللعبه اللي انت بتحبها؟ يعني فري فاير، ببجي، الكلام ده يعني، يعني دي اكتر لعب بحبها الصراحة، وروبلوكس برضو من الكلام ده يعني. طب عايزك تقول لي على لعبة واحدة بتلعبها كتير قوي. بلعبها كتير قوي؟ اه اكتر واحدة. ببجي. ببجي؟ خلاص. طب بقولك تحب تشحن فيها ولا لأ؟ ايه؟ تحب تشحن فيها في اللعبة؟ اشحن فيها؟ ايوة تشحن فيها كريدت. فلوس قصدك انت؟ ايوه يا عم، امال ايه؟ يعني انت هتلعب ايه ببجي؟ تجيب بقى تقومه وحركات وتظبط بقى. ها؟ ماشي. خلاص. طب بص هكلمك انا مره تانية كويس؟ وهبعت لك جيف اواي، بس ان شاء الله هيكون بكره، هبعت لك انا على اللي اسمه ده على الخاص، وتبقى انت تشوف بقى الرسائل. تمام؟ على الانستجرام؟ اه خلاص. بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله هكلمك. تمام ماشي. ماشي تمام. انت مش عايز اي حاجه ثانيه قبل ما لا شكرا ليك الصراحه، انا سعيد جدا ان انت كلمتيني الصراحه يعني. حبيبي يا غالي، فرحت جدا. الله يخليك. انت مش عايز حاجه؟ ربنا يخليك. لا شكرا ليك. العفو حبيبي. يلا انا بحبك جدا. ماشي حبيبي والله، شكرا ليك والله. شكرا لكم يا شباب والله، يعني انا مش عارف اقول صح، أول أساس بيتحرك في المواقف دي. شكرا لكم والله لكل واحد بيعمل لايك، شكرا لكل واحد بيدعم بالاشتراك، يعني يعني خلينا نشوف الرقم الثاني. الو. ايوه مش بقول لك ازيك يا لوجي، عامله ايه؟ ايوه ايوه معاكي يوتيوب جيمنج. ايه مالك اتخضيتي ولا ايه؟ انت عامله ايه بجد؟ لا بهزر يعني، لا مش انا ده حد تاني. انت عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. اه بقولك اللعبة اللي بتحبيها يا لوجي؟ انا بحب امونجاس. ما بتلعبيش غيرها؟ لا في لعبة تانية. يعني ايه اكتر لعبة بتحبيها؟ اكتر لعبة بحبها يعني اونلاين بحب امونجاس وبلعبها على طول. شكلك انت محققة بتمسكي المجرمين انت. عايزة تقول اي حاجة قبل ما اقفل معاكي؟ حبيبي مش عارفه اقول ايه. طب خلاص اسيبك انا بقى، ماشي اخويا عايز يكلمك. خلاص هاتي. اسمه ايه هو؟ ادهم. ماشي هاتي. متابعك على طول. هاتي اكلمه. طيب بحبك قوي يا ايه. ازيك يا ادهم، عامل ايه؟ وانت حبيبي انت كده ايه؟ انت بتحب ايه تتفرج عليه يا ادهم في اليوتيوب؟ اتفرج على روبلوكس. وايه تاني؟ عليك. وايه تاني؟ وعلى مونجاس. أيوة. والجار والجده والحركات وكده. ايوه ايوه انت برضه شغال تحقيقات صح؟ اه. يلا باي باي، مع السلامه. باي باي باي. سلام. طيب يا شباب انا هقف لحد هنا، فلو عجبك الفيديو انت استناس بقى باللايك، عايزين نوصل الفيديو ده شباب ل 100,000 لايك في اقل من يومين باذن الله. وممكن انزل لكم فيديوهات من النوع ده لو حابين مره ثانيه، وممكن لو عندكم افكار ثانيه اكتبوا لي في التعليقات باذن الله نعملها. حاولت على قد ما اقدر اخد ارقام كتير، ده غير انا في ارقام ثانيه اخدتها في الاول بس كان ما كانش التسجيل مظبوط. بس حاولت على قد ما اقدر اخد ارقام كتير، مفيش حد يزعل مني ان في ارقام كتير بتتبعت لي كل يوم، وانا بحاول اخد على قد ما اقدر. واشوفكم مره جايه فيديو جديد مع يوسف تيوب جيمنج. يلا سلام.